الحمد لله، يمكن الفرقة في قمة التركيز بصراحة من بعد أجازة العيد. النهاردة تالت تمرين لينا مع بعض. بالنسبة للحالة الذهنية يعني الفرقة طبعا أجازة العيد فرقت معانا قوي، كل واحد خد له يومين قدر إن هو يفصل شوية عن الباسكت وعن الشغل، وبنحاول دلوقتي إن احنا نرجع تاني بتركيزنا طبعا على الثلاث ماتشات اللي جايين في أفريقيا. أول ماتش طبعا قدام فريق سلاك، بدأنا حتى احنا امبارح شويه نبدأ نراجع عليهم شويه ونبصهم ونشوف نحضر بالنسبه للتكتيك بتاعنا هيبقى عامل ازاي، وان شاء الله يعني الفرقه تبقى جاهزه ان شاء الله كمان اسبوعين يعني. واكيد طبعا برضه ماتشات المجموعه يمكن هم كان ماتشين اللي كانوا كويسين، بقيه الماتشات يمكن كان مستواهم مش قد المرحله اللي احنا كنا واصلين لها. اللي انا عرفته كمان ان في فرق بدات تغير شويه من اللعيبه اللي معاها، يمكن كيب تاون اللي كانوا معانا غيروا حد من اللعيبه بتاعتهم، بيحاولوا يجيبوا لعيبه كواليتي اعلى شويه. برضو فرقه سلاك نفس الكلام، فرقه بيترو ممكن يغيروا المحترف برضو يجيبوا محترف تاني شويه. فاعتقد الفرقه هتحاول ان هي تدعم اكتر زي ما احنا بنحاول طبعا احنا ندعم، وفي نفس الوقت اعتقد لا الثلاث ماتشات النهائيه دول هيبقوا حاجه تانية ان شاء الله. اهم بطوله لنا السنه دي بطوله افريقيا، خصوصا احنا اخفقنا محليا السنه دي في الدوري والكاس، بس بالنسبه لنا اهم بطوله على مستوى السيزون او مستوى الباسكت دلوقتي هي بطوله افريقيا طبعا بتاعتنا. مستعدين كويس، خدنا اجازه كويسه، خدنا يومين او ثلاثه في العيد، بنستعد دلوقتي. المحترفين كلهم جم، فاضل مايك بس هيجي ان شاء الله بكره بالليل هيكون معانا. وطبعا جات لنا اضافه كبيره جدا، عاصم مرعي بقى معانا وهيكون متواجد معانا ان شاء الله في بطوله افريقيا. فطبعا احنا كده بشكل كبير اقوى سكواد مفروض في الاربع فرق اللي هيكونوا هناك. بنستعد كويس، بنتمرن كويس، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ويكون من نصيبنا باذن الله. يعني شغالين بكل تركيز، شغالين جامد جدا، اتمرن صبح وبالليل. الحمد لله يعني مركزين في الفتره الجايه، وان شاء الله واحده واحده كده ان هم تقوم ثلاث ماتشات باذن الله على البطوله ان شاء الله. سعيدين جدا ان احنا بنمثل نادي الزمالك وبنمثل مصر في البطوله الافريقيه، واللعيبه المحترفين انضمت لنا ان احنا عشان نتمرن كلنا مع بعض، وبنحاول الاداره بتشتغل يعني ان احنا نلعب ماتشات وديه مع نوايا ثانيه او في حتت ثانيه. فيعني عايزين نبذل كل المجهود اللي احنا نقدر نعمله عشان نكسب البطوله ان شاء الله. في لعبة كتير احتاجناها، ولعبة تانية كانت منضمة لنا في البي ال الأولى، فيعني عرفنا ناخد على بعض بسرعة، ويتمنى إن عاصم كمان يخش معانا بسرعة أكتر عشان يفيدنا إن شاء الله في البي ال الجاية.